اهلا بحضراتكم من جديد الكابتن الكبير الكابتن رمضان السيد نجم مصر ونجم النادي الاهلي في ضيافه الاهلي الليله ومنورنا طبعا في قلب بيتك يا كابتن. ربنا يخليك يا عبد الحميد. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام. طمنا عليك الاول على فرقتك قبل بقى ايه ما اسالك سؤال انا قايل لك وانت فاكرني بهزر. طمنا عليك. يعني الحمد لله احنا عاملين الحقيقه فتره اعداد قويه جدا. يمكن التكوين بتاعنا برضك اعتقد ان اهم فتره في الموسم الحقيقه. طبعا يعني كل الناس عارفه ان حضرتك مدير فني الفريق نجوم النجوم نادي النجوم. اتفضل. الفتره الحقيقه اتعملت كويس قوي فتره التكوين. يمكن احنا عندنا تجربه السنه دي اعتقد ان احنا بالاتفاق مع الاداره الحقيقه اللي كان استاذ محمد طويله او شادي الطويله الحقيقه ان احنا عندنا مجموعه من الاولاد الصغيرين مواهب على مستوى عالي جدا 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 الحقيقه، واعتقد ان هم هيثبتوا وجودهم في المسابقه الموسم ده بشكل قوي جدا جدا. طبعا تعاقدنا مع مجموعه من الخبرات الحقيقه اذا كان شعيشع او غريب او سيد جاد او الحقيقه مجموعه ابو الخير، مجموعه الحقيقه من اللعيبه المهمه جدا اللي هي بتعمل لنا طبعا الحقيقه مسانده كبيره جدا في مشوارنا اللي هو صعب جدا جدا الحقيقه الموسم ده. لان انا في رايي يا ابو حميد الحقيقه ان مجموعه القاهره فيهم مثلا 10 فرق بيلعبوا على المنافسه من 12 فرقه. صح. يعني الامور صعبه طبعا المنافسه هتبقى قويه جدا، وعشان كده احنا الحمد لله استعدينا بشكل قوي جدا. عملنا فتره اعداد وعملنا معسكر في الاسكندريه واقامنا طبعا مباريات وديه مع فرق مجموعه بحري المجموعه القويه الحقيقه ومع الفرق القويه في مجموعه بحري، والحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس وبنستعد ان شاء الله باذن الله المسابقه اتحددت بعد يوم 10 ممكن بقى تبقى 14 15 ما نعرفش هتحدد امتى، لكن هي اتحددت ان هي بعد يوم 10 ان شاء الله باذن الله ومستعدين للموسم ان شاء الله. تمام. انا كنت سالت حضرتك على اول مباراه ليك قلت لي القناه في القناه. القناه في القناه. كنت تتمنى البدايه تبقى عامله ازاي؟ والله لا يعني اصل انا لسه في بدايه كلامي دلوقتي بقول لك ايه، بقول لك ان في 10 فرق بيلعبوا على المنافسه مش فرقه منهم القناه طبعا القناه ده القناه كان بينافس لاخر نفس. طبعا طبعا القناه فرقه كبيره وعندهم حتى الحقيقه الموسم دوت رصدين موازنه كبيره جدا 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 زي مثلا بتروجيت زي سيراميكا زي ترسانه زي سويس مختلف خالص الحقيقه في تحضيره للموسم عن المواسم اللي فاتت كلها. تمام. فالمنافسه هتبقى قويه جدا جدا. تمام. ابارك لك على سيد طبعا معوض ان هو انضم للجهاز الفني لمنتخب مصر. طبعا اكيد الله يبارك فيك يا حميد واكيد يعني اعتقد اختيار الحمد لله يعني في صالح طبعا سيد وفرصه كبيره جدا جدا طبعا. يمكن سيد والحقيقه احمد ايوب وحسام البدري كانوا عاملين طبعا مكونين جهاز في فتره المواسم اللي هم كانوا شغالين فيها في النادي الاهلي او اخر موسمين لتواجدهم كجهاز فني للنادي الاهلي، اعتقد ان هم كانوا عاملين الحقيقه كره يعني على مستوى عالي جدا 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 وعاملين مستوى الحقيقه وحققوا بطولات، فاعتقد ان يعني دي فرصه طبعا كبيره جدا وبنبارك لهم كلهم بنتمنى طبعا للجهاز الفني الحقيقه كله التوفيق ان شاء الله باذن الله. لان يمكن حته رؤيه انك بتختار مدير فني مصري اعتقد دي مهمه جدا جدا، لان يمكن كل النتائج الايجابيه اللي حققها منتخب مصر في كل البطولات او بتوصل كاس عالم مع الكابتن جوهري وكل البطولات اللي حققها كبطوله افريقيا اعتقد كانت مع مديرين فنيين الحقيقه مصريين يعني وطنيين. الاعداد بيقولوا لي يعني قولي ان سيد معوض يعني الناس كلها عارفه. قلت له الناس كلها عارفه ان سيد معوض متجوز بنت الكابتن رمضان يعني الناس دلوقتي متابعه كوره اكتر مننا يا جماعه. كابتن عايز اسالك سؤال. اتفضل. انا عارف ان حضرتك بتحب الاحترافيه بشكل كبير قوي. لو فرقنا بين العاطفه والاحترافيه هينفع في اختيار مثلا صحفي زي دانيال اللي اختار ساديو ماني ما اختارش محمد صلاح؟ بص انا هقول لك ولا حاجه ولا هي بتتقاس ازاي؟ انا هقول لك حاجه يا حميد، يعني اعتقد الاختيار لو انت بتختار في الموسم اللي قبل اللي فات الحقيقه صلاح كان يستاهل ان هو ياخد الجائزه الحقيقه عن جداره. تمام. الموسم اللي قبل اللي فات يعني هو كان افضل لعيب موجود في العالم الحقيقه. تمام. الموسم ده يمكن صلاح ما قدمش زي الموسم اللي فات. تمام. ساديو ماني الحقيقه الموسم ده
يعني عمل مستوى اعلى بكتير قوي من الموسم اللي فات. تمام. لكن انت لما بتيجي مثلا بتحسبها كمثلا كابتن فرقه كابتن فريق مثلا منتخب مصر او مدير فني لمنتخب مصر او صحفي مصري، اعتقد دي يعني لازم كنت فيها مسانده. يعني انا اقول لك حاجه، انا ميسي بالنسبه لي يخرج بره اي منافسه. تمام. يعني ميسي في مكانه، واي حد تاني موجود الحقيقه بيلعب كوره في العالم كله، حتى كريستيانو. يعني انا مشجع ريال مدريد، ويعني بتعصب حتى كمان. انت مشجع ريال مدريد يا كابتن؟ اه طبعا. لكن الحقيقه انا بقول لك ان ميسي ده كسبين 1-0 عشان بس نفرحكم. بس نفرحكم في الاول كده وبناخد الدوري في الاخر. لا كويس. هما الاثنين مش ماشيين كويس حتى الفتره. اخيرا الريال مظبط شويه. يعني زي ما بقول لك ان ميسي لا خلاص، يعني هو في الموسم اللي فات طبعا عامل حاجات جامده جدا، حتى في بطوله دوري الابطال كان 12 هدف ولا حاجه. ميسي ده مختلف طبعا. لكن انا بقول لا، يعني كان مفروض ان انا صوت طبعا المحمدي الحقيقه ادى صوته لصلاح، وفي نفس الوقت انا اللي سمعته ان اجيري كمان ادى صوته لصلاح، لكن ما وصلش ازاي دي يعني حاجه غريبه جدا. هل هي فعلا الفتره اللي كان الاتحاد مش موجود، الفتره اللي ما بين استقاله الجهاز الحقيقه الاتحاد الكوره؟ اه طبعا هي دي، ده المبرر. بيجي لهم الاستمارات على الايميل اللي هم بيملوا الابلكيشن اللي فيها اللي هو الرغبه يعني فيها الرغبه بتاعتها، وبيمضي عليها وبيبعتها ثاني للاتحاد المصري اللي بدوره بيبعتها للاتحاد الدولي. ما كانش فيه في الفتره دي، ده الكلام انا مش متاكد ايه اللي حصل. الفتره دي ما كانش فيها اتحاد كوره اصلا. بالظبط. يعني اعتقد ان هو ده المبرر، وهو ده الصح اللي الناس كلها لازم تعتقده. يعني ان لا يمكن ابدا اتحاد الكوره هيبقى موجود وما يبعتش مثلا صوت اجيري او ما يبعتش صوت كابتن الفريق لصالح محمد صلاح. اعتقد لا يمكن. وفي نفس الوقت المجموعه طبعا الاتحاد الجديد طبعا هم معذورين، لان في التوقيت ده لو هم كانوا ماسكين والاتحاد كان استقال خلاص. طيب هو يعني عمر الزميل العزيز عمر بنوبي بيقول لي ان الفيفا بعت انذارين لاتحاد الكوره ان هو يبعت تصويت، واتحاد الكوره ما بعتش. ممكن عمر يكونوا في الفتره اللي هو بيتكلموا عليها التوقيت اللي هم قدموا فيه استقالة. يعني كان فيها العميد هو اللي بيدير الاتحاد. يبقى كان المفروض العميد ثروت سويلم الحقيقه يرد. طب انا عايز اسال سؤال يا كابتن. خلي بالك انا بحب محمد صلاح اكتر واحد، يعني في محمد صلاح انا بحبه جدا يعني كشخص كمان قبل ما يكون لعيب كوره. يعني انا كده لما بدي صوتي لحد مش بظلم حد تاني، حتى لو كان ابني. يعني حتى لو كان ابني في اختياراتي. بص انا هقول لك حاجه، العمليه صعبه، الموضوع صعب شويه. لا مش صعب ولا حاجه. انا زي ما بقول لك يعني احنا يعني بقالنا مثلا نشوف كره القدم موجوده مثلا في مصر بقالها يعني سنين كتيره. تمام. كبيره كتيره جدا جدا جدا. احنا لاول مره في تاريخ مصر بيبقى عندنا لعيب عالمي ولعيب مصنف من افضل 3 لعيبه في العالم. بالزبط. الموسم اللي فات والموسمين اللي فاتوا او الثلاث مواسم اللي فاتوا صلاح طبعا يعني فخر لينا كمصر. بالزبط. وفخر لكل العرب وفخر لافريقيا كمان الحقيقه. فبالتالي يعني انا شايف ان احنا لازم يبقى فيهم مسانده على طول لمحمد صلاح. المسانده مش في حته مش في حته الاختيارات يا كابتن، المسانده في حاجات كتير جدا. ما طبعا احنا طبعا قصرنا فيها. انا اتكلمت فيها. طبعا يعني احنا قصرنا في حاجات كتير جدا. كان المفروض ندعم ونساند اكتر من كده، بس مش بالتصويت. احنا اول ما بيقولوا تصويت احنا كلنا مصريين. طبعا لا يعني في جوائز كتير تصويت، يلا نصوت كلنا. لكن انا بعترف وبقول لك ان ميسي في مكانه خالص، وبقيت لعيبه العالم كلهم في مكانه ثانيه خالص. بعد كده يجي كريستيانو، وبعد كده ممكن تقول بقى لعيبه ثانيه. طبعا طبعا. تمام، تعالى نشوف نتكلم على الحدث اللي حصل. اول البوم صور لتوثيق تاريخ النادي الاهلي، شايف الخطوه دي ازاي وقد ايه مهمه من وجهه نظر حضرتك؟ هو يعني يمكن النادي الاهلي عودنا طول عمره، يعني النادي الاهلي الحقيقه بيبقى سباق في حاجات كتيره جدا. النادي الاهلي هو اللي يبدا بيها، وتيجي مثلا الانديه الثانيه تطبقها مثلا بعديها مثلا مش عارف بخمس سنين بعشر سنين حاجات كده يعني. فالحقيقه يعني هو النادي الاهلي معودنا على كده، وهو النادي الاهلي كده الحقيقه. طبعا دي طبعا خطوه كبيره جدا، لانك انت
الدول الانديه بره في اوروبا انت ممكن تروح تشوف الالبوم ده تعرف بالزبط. كل حاجه بالزبط. كل حاجه عن تاريخ النادي كله بالزبط. وتعرف نجومه في المواسم اللي حصل فيها على البطولات وتعرف اسماء يعني ده مهم جدا جدا واعتقد دي خطوه مهمه جدا وخطوه طبعا يعني بتحسب للنادي الاهلي طبعا والنادي الاهلي دايما زي ما حضرتك بتقول دايما سابق بكتير. طبعا سابق بكتير طبعا في ناس بتزعل من الكلام ده بس دي حقيقه لا. يعني نتكلم دايما في الحقيقه يعني ولا يا كابتن لا يعني ودي حقيقه فعلا يعني تعالى اكلمك عن فايلر وشايف طبعا احنا مش هنقيمه دلوقتي بس في ثلاث ماتشات لعبوا فعلا كان اول اختبار ليه كان اختبار رسمي حقيقي في افريقيا اللي دايما بيقولوا اصل المدرب لازم عنده مش عارف خبرات افريقيه عشان يروح يلعب هناك والراجل لعبه كسب 2-0 جه على بطوله ثانيه السوبر ماتش زمالك الزمالك يعني كانوا سنين سنانهم عشان طبعا الزمالك عايز يكسب النادي الاهلي كتير جدا ما بيكسبوش فعايز يكسب النادي الاهلي في بطوله كمان هو كانوا متوعدين او واعدين جمهورهم ان هو يكسبوا بطوله السوبر وجه الراجل عمل اداء هسال حضرتك عليه وبعد كده مباراه الدوري مع سموحه مع جهاز فني حسام ابراهيم حضرتك عارف بيشحنوا ازاي طبعا 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 عندهم خبرات ازاي فشايف المجمل ايه؟ المجمل الحقيقه طبعا بيحسب الحقيقه لفايرر الحقيقه ان هو قدر يرجع تاني كره النادي الاهلي. يعني الكره اللي هي فيها جماعيه وانت بتدافع، فيها جماعيه وانت بتهاجم، انت بتشوف الربط اللي موجود الحقيقه في الثلث الهجومي للنادي الاهلي اذا كان مثلا مباراه السوبر اللي كان فيها اجاي الحقيقه وكان مفاجاه التشكيل الحقيقه وعمل مباراه يعني كبيره جدا جدا جدا. وكان من افضل اللعيبه اللي موجوده في الملعب مش في فرقه النادي الاهلي. احنا لو قعدنا كنا توقعنا كابتن مين اللي هيلعب فيرود استحاله كنا نجيب اجل. لا صح؟ ما هو ده اللي يحسب ليه الحقيقه. يعني يحسب لفاير الحقيقه ان هو ادى اجاييه وهو كان مقتنع بالحاله اللي هو كان موجود بيها في التدريبات الحقيقه. فدي تحسب له بشكل كبير جدا جدا جدا. ده هو كان مدي اجاييه علشان يعني اجاييه كسترايكر ولا عشان اجاييه ان هو لعيب كوره وبيعرف يلعب بيعرف يلف وبيعرف يحط للي جاي يعني في حاجات كتير جدا وكمان بيعرف ينزل عشان يفضي مساحات ان كان رمضان او كان حسين الشحات كل يعني كل الحاجات اللي انت بتقولها دي يا عبد الحميد هو فعلا اداله عشانها اولا اجاييه بيعرف يعمل موقف واحد ضد واحد بشكل كويس قوي بيعرف يعمل محطه لعب بيوقف على الكوره ما شاء الله عليه بيوقف على الكوره بشكل هايل بيعرف يشتغل مع الناس اللي جايه من تحت مع رمضان مع حسين الشحات مع قفشه في المباراه دي يعني كانوا عاملين الحقيقه زي ما قلت لك ربط يعني يمكن ما حصلش في خلال مثلا الفترات اللي فاتت خلال مثلا موسمين الحقيقه بالشكل اللي حصل في مباراه القمه الحقيقه ومباراه السوبر لانك انت كمان بتتكلم في حاجه تانية بتتكلم ان انت بتلاعب ديربي وديربي طبعا المعروف على مستوى طبعا العالم كله الحقيقه ديربي قوي جدا جدا وانك تعمل تاخد من ال 90 دقيقه 65 دقيقة أو تاخد من ال 90 دقيقة مثلا تروح ل 70 دقيقة أعتقد ده يعني يحسب ليه بشكل كبير جدا جدا أنت لو بتعمل تقييم لل 60 65 دقيقة أو 70 دقيقة النادي الزمالك الحقيقة في الشوط الأولاني ما وصلش لمرمى النادي الأهلي فده كمان التميز اللي اتوجد في المباراة بالزبط. انك انت بتلعب تيم كبير وتيم منافس ليك وتيم قوي وفي نفس الوقت بتقعد 45 دقيقة ما فيش ولا كرة خطيرة وصلت على مرمى النادي الاهلي الضغط وتقارب الخطوط الحقيقة اللي كان موجود والمجموعة كلها هو ده اللي بقى هو المجموعة كلها بتدافع بالزبط. والمجموعة كلها بتشتغل تحت الكرة وهم بيدافعوا الحقيقة اتعملت دي بشكل طبعا قوي جدا 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 من يمكن احنا انا بقول لك يا عبد الحميد الحقيقه احنا بقالنا موسمين لا ما كانش عندنا الشكل دوت خالص انا اتفرجت على الاستديوهات كتير جدا يا كابتن رمضان ما اتكلموش على لقطه الهدف دي في حاجه يعني لو سمحت ممكن نرجع بالجو كده بلقطه الهدف بس نقف كده بالجوله سمحت لو سمحت لو سمحت لا ايوه نقف بص يا كابتن تمركز الفيرود بيكون فين طبعا جوه 6 يارده بص اجاييه هو اجاييه مطلعه بره خالص طلعه بره خالص برضه دي خلي بالك تدريبات على الكره الثابته بالظبط دي مش فيه. مش يعني اعتباطا او فيه. تحرك جاي يعني استحاله ده سترايكر لا استحالة طبعا دي وقفه سترايكر طبعا يعني طبعا كلنا في العالم كله بنشوف الاسترايكر هو اللي بيبقى راكب الكوره بالظبط ايا كانت هي فين يعني لكن هو ده واقف اتفضل بالظبط
يعني هو دي تدريبات على الكره الثابته الحقيقه الكورنر بالذات، ومعروف حاطط هو جاي في المكان ده على اساس ان هي هتتلعب على العارضه القريبه وتتلمس الحقيقه من اي حد طبعا موجوده ولا لمس تقريبا حمدي فتحي او ياسر، تروح لاجاييه الحقيقه بيلعبها بالتمكن دوت وبالشكل اللي هو الحقيقه حاططها ده، طبعا ده يحسب برضك للراجل المدرب طبعا اكيد فايلر الحقيقه. وحضرتك كنت بتتكلم على الحالات الجماعيه، ودي اللي شفتها انا شخصيا، يعني انا شفتها في النادي الاهلي الحالات الدفاعيه، تحس ان يعني بتتكلم على فريق كبير، نادي الزمالك طبعا كبيره جدا طبعا طبعا، مش عارفين يمسكوا كوره، طبعا مش عارفين يعملوا حتى ثلاث لمسات. ويمكن انا هقول لك حاجه يا حميد كمان، ان حتى ال 20 دقيقه او مثلا 25 دقيقه اللي خدها نادي الزمالك الحقيقه بعد اصابه ياسر ومحمود فتح الله، الحته دي بقى فيها مساحات، وطبعا يعني لما نيجي نتكلم مثلا على حمدي فتحي عامل 65 دقيقه، انا في رايي من هو وعمرو السليه من الاسباب التميز اللي كان موجود عليه تيم النادي الاهلي طبعا. الاثنين اقوياء جدا طبعا. ما شاء الله عشان طبعا طبعا الاثنين عاملين جيم يعني عالمي الحقيقه، واخدين مغطيين في النواحي الدفاعيه عرض الملعب كله، الاثنين بيعملوا مستندات في النواحي الهجوميه، وعمرو السليبي بقى قريب ان هو كمان بيخش ال 18 لان بيعرف يلعب بدماغه وبيعرف يشوط الحقيقه بالزبط. وحمدي الحقيقه زي ما قلت لك ان هو يعني انا بعتبره نموذج للهاف ديفندر، ازاي بيستخلص وبيلعب السهل كمان من اللعيبه اللي بتلعب السهل ودماغه شغاله، وبيلعب كمان التمرير اللي فوق في حاجات الطوليه دي بيعملها بشكل كويس، بيشتغل بيعمل مسانده الحقيقه ورا الاربعه المهاجمين الحقيقه بشكل كويس قوي. فبقول لك السليه وحمدي فتحي، لكن انت النهارده لما نزل حمدي فتحي في حته المساك الحقيقه طبعا هو الاحساس بالمكان والتمركز والحاجات دي كلها، لا يعني يمكن حمدي رغم زي ما قلت لك تميزه الكبير جدا حته عدم احساس بالمكان خلاه مثلا عمل ضربه جزاء، لكن هو الطبيعي ما فيش مساك عنده الاحساس بالمكان ان هو مثلا يسند الكوره بالشكل دوت في ال 18 داخل ال 18، لكن انا بقول لك الديل كمان اللي اثرت على النادي الاهلي ان هو ما يعملش استمراريه لغايه نهايه المباراه الحقيقه الحته ديت. ويمكن زي ما قلت لك الحته دي كمان فرقت في نادي الزمالك تغيير مصطفى محمد، لان هو انا في رايي من المهاجمين المميزين جدا في الكره المصريه حاليا دلوقتي، وهيبقى مستقبل الحقيقه مصطفى محمد، ابتدوا يستخدموا المساحات الحقيقه، يعني حتى في حاجات يا حميد مثلا بتقول ايه ان هم مثلا ممكن يكونوا رابطين مع بعض، او في مثلا في جمله مثلا معموله، لا ده هم حتى الكرات اللي كانت بتتطفش مثلا او بتتلعب طويله بتتشتت من تحت هو كان بيعمل لهم بيها خطوره بالزبط. لان زي ما قلت لك فرق ان الاثنين المساكين الحقيقه ده مش مصيبه لما كده حضرتك طبعا يعني ما شاء الله عليك كابتن رمضان يعني مدرب كبير جدا، مصيبه لما تفقد اثنين مساكين طبعاً. بحجم مساكين النادي الاهلي بالظبط كانوا شايلين الدنيا تحت. انا بقول لك ابطال بصراحه طبعا كان. انا بقول لك انت بتشتغل في 45 دقيقه ما فيش ولا فرصه على النادي الاهلي، وده طبعا مش الاثنين مساكين بس، هو الدفاع كمجموعه يعني جماعيه غريبه يعني هايله الحقيقه، انك تعمل مثلا 45 دقيقه ما فيش غلطه الحقيقه، ما فيش مساحه اديتها للعيبه نادي الزمالك وشيكابالا لاوباما للنجم للشرقي ما فيش مساحه بالظبط حد خدها، فبالتالي انت عملت سيطره الحقيقه المده دي كلها، لكن هي فرقت اصابتين طبعا اثروا، ويمكن دول كان سبب رئيسي ان انت ما تقدرش تعمل استمراريه بنفس الاداء في ال 90 دقيقه تكمل ال 90 دقيقه. طبعا كلام حضرتك طبعا صح جدا. وكمان انت انا بتكلم على مصطفى بقى محمد، هو مهاجم طبعا متميز، لكن هو كمان نزل في غياب اثنين مساكين. ما انا بقول لك انا بقول لك هم يعني الاثنين مساكين لو موجودين اعتقد برضك يعني ما كانش هتبقى عندك الخطوره دي، لان انا الاثنين كانوا بادئين المباراه عاملين جيم هايل، التغطيات حتى اللي ورا علي معلول، التغطيات اللي ورا اللي بتيجي من العمق، التغطيات اللي من ناحيه اليمين من ناحيه احمد فتحي، الاثنين كانوا هايلين وفي نفس الوقت مسيطرين على بن شرقي بشكل يعني بن شرقي على فكره لعيب جامد جدا ولعيب كويس قوي، بس ما يلعبش راس حربه
يعني هو في الثلاث مباريات اللي لعبهم وهو بلاي ميكر بيلعب تحت راس الحربة كان ليه دور كبير جدا في اداء نادي الزمالك واحرز اهداف كمان. لكن هو الراجل الحقيقه يعني انا برضك يمكن من ضمن الحاجات اللي قبل ما تسالها حتى يا حميد الحقيقه حته التدوير في الثلاث مباريات او مباراتين انا بعتبرها بصراحه يعني انا ما شفتهاش برضك يعني لا يعني انا النهارده كمدير فني جاي جديد لنادي الزمالك ولعبت مباراتين ووصلت التشكيله تشكيله اديت لي بشكل هايل الحقيقه. تمام. عملت مباراتين ثلاثه بشكل كويس قوي. ده انا يعني اقول ايه ده انا مدرب محظوظ ان انا وصلت للتوليفه دي بسرعه جت بقى يعني بتوفيق غير عادي. تمام. لما اجي العب في التوليفه دي في مثلا المباراه اللي راحوا لعبوها في السنغال في مباراه افريقيا الحقيقه والنتيجه راحت 2-0 والنتيجه لو 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 مثلا غيني. هدف ثالث قصدك غينيا مباراه غينيا للسؤال طبعا أوكي. لو هدف ثالث يا عبد الحميد المباراه كانت في القاهره خلصت. فايه المجازفه دي وليه بعد ما وصلت التوليفه كويسه قوي وعملت بيها نتائج ايجابيه وعملت اداء كمان مش عملت نتائج بس وعملت اداء احنا بنتكلم عن ماتش الزمالك كابتن طبعا على ماتش الزمالك انا بتكلم طبعا فبالتالي الحقيقه دي فرقت بشكل كبير جدا في اداء كمان نادي الزمالك كمان تمام يعني في ليه احمد فتحي ما دخلش مساك وليه حمدي فتحي دخل مساك وهل برضو فايلر يا كابتن رمضان ايه وجهه نظره برضو في القصه دي؟ لان انا عندي برضو تحليل الجزئي يعني انا هقول لك حاجه يا محمد صح. انا في رايي انك ما كنتش تخسر وسط الملعب بحمدي فتحي مع السوليه وتفك نص الملعب كان ممكن يتعمل احمد فتحي يخش كمساك وده احمد فتحي طبعا لعبها طب مين يبقى ناحيه حسين الشحات حسين الشحات طبعا حسين الشحات لعبها كتير طيب على السبرنتات يا كابتن رمضان بص انا بصيت لها من ايه احمد فتحي احنا بنتكلم بقى في تفاصيل التفاصيل اللي هو ممكن تعدي على اللي هو المشجع العادي اللي هو يقول طب ليه احمد فتحي ما لعبش مساك طب احمد فتحي مجهوده في المباراه كان عامل ازاي احمد فتحي عامل جيم كبير جدا خرافي الشوط الاولاني احمد فتحي من افضل اللعيبه اللي في الملعب انا لانك تمام اتفضل يعني احمد فتحي صانع كباك يمين صانع حوالي 5-6 كرات اجوال ما شاء الله اجوال ما شاء الله يعني معناها ان انت بتوصل للتلت الهجومي ده مشوار كبير جدا بالظبط وسرعات وشغل كبير جدا بالظبط وبالتالي كمان كان في اتقان في الكروس هو ده اللي بتكلم فيه ان هو عمل مجهود بدني وذهني عالي فوق الخيال لما نزل له انا حد بحجم مصطفى محمد فرويد لسه نازل لسه صغير في السن سبرنتات وشفت حضرتك السبرنتات يعني السبرنتات هو ما راحش مع حمدي فتحي سبرنتات هو اللي حصل ان حمدي فتحي احنا ياما انا طبعا أنا نفسي ياما لبست مساكين كتير في كوره زي كده بتيجي من وراه مش شايف بتاخد الكوره وبتشير خلاص ضربه جزاء فبتكلم بقى في كميه الجهد اللي اتبذل من احمد فتحي هل هو كان ممكن احمد فتحي يكمل على نفس الاستمراريه في السبرنتات اللي ممكن يروح بيها مصطفى محمد؟ كان يقدر لان احمد فتحي خبراته كانت تديله دي وكانت تعمله تفوق في دي ليه؟ لان عنده احمد فتحي لعب المكان ده كتير تمام. وعنده الاحساس بالمكان وعنده خبراته اللي اتعامل فيها في داخل ال 18 انت لو بتيجي تتكلم بتقول مثلا ان احمد فتحي عمل مجهود كبير جدا فالراجل ما حطوش مثلا مساك طب حمدي فتحي عامل مجهود جبار بس في فرق كبير جدا يا كابتن في فرق في طبعا احمد فتحي انا بعشقه بس بتكلم على السن بتكلم ان انا في الاخر احمد فتحي عمل كميه سبرنتات انا اصلا كنت عمال اقول يا رب ربنا يستر يا رب ربنا يستر بس احمد فتحي عشان تبقى عارف يا عبد الحميد لغايه ربنا يديله ان شاء الله باذن الله ويكمل يكمل اربع سنين يكمل احمد فتحي ما تقدرش تحطه في حته السن خالص يعني ما تفكرش حتى فيها انك تقول مثلا لا بالعكس احمد فتحي على طول محافظ على نفسه احمد فتحي بيتمرن بمنتهى القوه احمد فتحي على طول حتى من اللعيبه اللي موجوده في مصر زي مثلا ما بنقول حسام عاشور عنده متوسط تمام يعني حتى في كل مبارياته اللي بيشارك فيها لما بيكون مثلا مش في مستواه بيروح لسبعه بيروح لسته ما بيروحش لاثنين ما بيروحش لواحد فلا انا بحاول ادخل في دماغ الراجل يعني هل ممكن برضو يا كابتن رمضان حضرتك كمدير فني بتحس اللعيب بتاعك هو خلاص اتقن عمق الملعب لان انا عايز اقول ايه ان حمدي فتحي ما اخطاش تمركزات دفاعيه
لا هو ما اخطاش تمركزات دفاعيه، هو اخطا اخطا كوره ممكن اي مساك يعملها. هو لا هو حته، انا الحته اللي قلت لك يا ابو حميد حته الاحسان بالمكان. يعني حته كاديفندر وبتستخلص وبتضغط والحاجات دي كلها وفي وسط الملعب ده حاجه، وحته ان انا الاحساس بالمكان في ال 18 دي حاجه تانية. يعني دي مش بتاعه الحقيقه حمدي فتحي، وهو طبعا ده وارد ان اي حد بيغلط، لكن انا بقول لك كان في حل، كان تدخل احمد فتحي جنب محمد هاني وترجع الحقيقه حسين الشحات كباك رايت، وعملها ولعيب جامد جدا فيها كمان وفتح لك بيعمل لك كمان. انا بتكلم على الجزئيه الاهم اللي هي قلب الملعب، وكنت في نفس الوقت هتحتفظ بانك انت كمان مسيطر على وسط الملعب بحمدي فتحي وعمرو السليه. يعني هقول لك حاجه، من ضمن الحاجات اللي ركبت الزمالك في ال 20 دقيقه ان سيطره على وسط الملعب في الفتره دي، اللي هي قعدوا النادي الاهلي قعدوا 65 دقيقه 70 دقيقه سيطره شبه كامله. هو السيطره الهدف طبعا، ضربات الجزاء اللي ما كانش يعني دخلنا الدنيا في الجيم تاني بالزبط. لكن في المجمل يا كابتن رمضان، الشكل انا عارف حضرتك دايما صريح في الكلام، الشكل انا حاسس ان النادي الاهلي شكله اختلف. ده طبعا شكله جماعيا دفاعيا وهجوميا اختلف بطريقه غريبه جدا. طبعا طبعا، يعني انا مستغرب، انا ما كنتش حاسس ممكن ان يحصل طفره دفاعيه وهجوميه في نفس الوقت كده، لان التوقيت كمان مش كبير يعني. بالظبط، ده يعني في فتره قريبه بالزبط. جدا يعني انت بتتكلم مثلا في 3 أسابيع ولا بالزبط. حاجه اعتقد ان هو ان الراجل يوصل في يفرض النظام بتاعه دوت ويفرض السيستم بتاعه ده على لعيبته، وواضح ان لعيبته كلها متحفظه، وواضح ان لعيبته كلها الحقيقه ازاي بيدافعوا كمجموعه وازاي بيهاجموا. كان في ربط بشكل هايل ما بين اجاييه وطبعا الجبهه، ده كمان الربط ربط وادوار اللعيبه. يعني شفت رمضان بيخترق من العمق، رمضان طبعا يعني رمضان على طول في 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 الفتره اللي فاتت دي كلها بيعتمد ان هو مميز جدا في حته المهاره والسرعه والقوه، بس اختراقاته من بره بالظبط من الجناب بالظبط. لكن احنا شفنا في مباراه الزمالك وشفنا في سموحه مباراه سموحه، لا ابتدى يتحرك كمان في العمق. دي مدرب، عشان برضك نبقى كلنا بندي كل واحد حقه، دي مدرب الحقيقه. يعني يمكن لو بتتكلم في مباراه السوبر كمان، احنا من ضمن الحاجات اللي هي ركبتنا الجيم بشكل كويس قوي اللجناب بتاعتنا، اذا كان احمد فتحي الحقيقه مع حسين او رمضان صبحي مع علي معلول بالزبط. اللي انا بعتبره طبعا علي معلول افضل لعيب كوره في الموسم اللي فات، ومفتاح لعب يعني مميز جدا 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 في الثلث الاخير طبعا حاجه يعني سوبر سوبر الحقيقه. فانت كمان ساعدنا الحقيقه الجبهه القويه ديت، وفي نفس الوقت انت في الجبهه مقابل ليك كان شيكابالا وكان النقاز. شيكابالا طبعا مش هيقدر يعمل الواجب الدفاعي، وما قدرش فعلا يعمل الواجب الدفاعي، رغم ان طبعا شيكابالا لعيب مهم ولعيب كبير، لكن بنتكلم على طبعا فعليا لكن الحقيقه الجبهه دي رمضان وعلي عملوا تفوق على حمد النقاز، لان كانوا بيروحوا على طول 2-1، وهم اساسا بقى لو هم الجبهه دي فيها 2-2 واتنين اقوياء في النواحي الدفاعيه هم يعرفوا يعملوا تفوق بالزبط. فده فرق معانا، فرق زي ما قلت لك ال 45 دقيقه الاولانيه احمد فتحي مع حسين الشحات. احمد فتحي مثلا من المباريات القليله جدا جدا ان انا في شوط صانع مثلا بتحوالي 6 كرات خطيره جدا جدا ما شاء الله، يعني خايف عليه طبعا. فطبعا كل الحاجات دي بتحسب للراجل، وبتحسب ان هو في فتره الحقيقه مش فتره كبيره، يعني ان هو يوصل بفرقته لفرض السيستم اللي هو عاوز يلعب بيه وفرض النظام اللي عاوز يلعب بيه على فرقته دفاعيا وهجوميا، ده طبعا نجاح. تمام، كنت عايز اكلم حضرتك في الدور التحكيم. يعني انا الكوره مثلا بتاعه رمضان اللي خدها من شيكابالا، اي حكم مصري اقول لك يا عم انا رايح دماغي، انا اسف مش حكم مصري، خلينا في حكم بلاش حكم مصري، كل الدعم للحكام المصريين، لكن اي حكم اقول لك انا رايح دماغي واحسب فاول وخلاص. لكن التحكيم الاوروبي بنشوف طبعا الكلام ده في اوروبا، مفيش كلام ده خالص، انت الفاول اللي هو صراحه فاول، لكن انا كتف في كتف، انا خدت منك الكوره بالعافيه، خدتها كورتي محجز عليها. الدور برضو التحكيم يا كابتن بيفرق، يعني طبعًا حكم تاني فاول وخلاص وانتهت القصه. يعني انت احنا كلنا بنشوف طبعا مباريات في الدوري الاسباني، مباريات في الدوري الانجليزي، مباريات في الدوري الالماني، الالتحامات بقوه شديده جدا جدا جدا. طالما انت بعيد
عن الاذى ما بيحسبش حاجه. بالظبط. الالتهابات اللي فيها مثلا ايه كتف في كتف مثلا قوه واضحه موجوده، لا رمضان عمل كده بصراحه يعني. يعني خد الكوره، خد الكوره وراح بمنتهى القوه، والراجل عشان كده كان جون عالمي. طبعا يعني كنا ممكن نخسر كل المشهد ده لو الحكم صفر. طبعا طبعا. فهي ده احنا اقول لك حاجه، احنا بنطالب فعلا الحكام المصريين ان هم يدوا مساحه. انا شفت اللقطه دي في كذا مباراه. شفت الحكام بداوا دلوقتي يجمدوا قلبهم شويه. بالظبط بالظبط. يعني يمكن كذا حكم الحقيقه في الاخر، في الاسبوع الاخير الحقيقه انا شفت بيدي مساحه للالتحام وبيدي مساحه للقوه تبقى موجوده، لان دي حاجه مهمه جدا خلي بالك. طبعا. طبعا. طيب مباراه سموحه تحديدا برضو شفت نفس الشكل اللي انا شايفه، يعني نفس الشكل اللي انا شايفه كحد يعني بيمرن كوره، اللي هو نفس الفكره برضو، الدفاع الجماعي والهجوم الجماعي، باختلاف ان انت لاعب ماتش من يومين. كان في حمل بدني كبير قوي بحجم مباراه زي الزمالك. يعني مع قله الاداء شويه، لكن طبعًا. نفس الشكل بس مش نفس الاداء. استحاله طبعا. بصراحه ما كانش نفس الاداء. وانا يمكن زي ما بدي حق الراجل الحقيقه في ان هو عمل حاجات، عمل طفره الحقيقه في فتره قليله جدا، زي ما بقول له برضك ان انا في بدايه الموسم انا ممكن العب باثنين وجمعه بمنتهى السهوله، انا لا عندي لعيب مجهد ولا عندي لعيب مش عارف، لا ده انا لسه بنقول في بدايه الموسم. بس احنا بس لعب مباراه من ولا حاجه ساعة. لا ولا حاجه ولا حاجه بصراحه. انا هقول لك حاجه، هو ضغط المباريات ماشي انا معاك، لكن توقيت المباراه انت بتلعب جمعه، مش بتلعب جمعه وثلاث، حتى بتلعب جمعه واثنين ماشي، وانت مش متعود ماشي. انا مش بدافع. انا هقول لك حاجه، انا هقول لك حاجه، انا الكلام دوت لو موجود الدور الثاني او لو موجود مثلا في مثلا فاضل مثلا 7 ماتشات على الموسم او بتاع، وحته التدوير دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، ودي اللي بتحافظ لك انك انت تعمل استمراريه في الاداء الجيد، لانك انت بيبقى عندك عدد كبير جدا من اللعيبه، واللعيبه اللي عندك ما تخشش في اجهاد. انت ممكن خلي بالك، انت احنا بنتابع الحقيقه في الدوريات الاوروبيه اللعيبه من اول مباراه لغايه اخر مباراه ما حدش بيبقى مجهد ولا اي حاجه خالص. يعني دي برضك دي نقطه مهمه جدا. لكن انا النهارده هقول لك حاجه، مباراه سموحه منافس قوي، خلي بالك منافس قوي مع طبعًا. جهاز فني طبعًا. على مستوى عالي زي كان حسام طبعا والجهاز المعاون بتاعه، وفي نفس الوقت اسم سموحه اسم بقى 4 5 مواسم لاسم متواجد في المسابقه بشكل قوي. فاحنا هقول لك حاجه، يعني رغم ان احنا طبعا كسبنا ال3 نقاط، لكن كان في فترات ممكن كان في تفوق لسموحه في فترات طويله. ايه اللي حسيته كافراد؟ يعني ايه يعني انا مروان لما شفت مروان ما شاء الله عامل اسيست عالمي، نزل بنفس السيستم برضه، نفس السيستم اجاي ان انا هنزل عشان اوسع مساحات للي جايين، نفس السيستم بالظبط شغالين بيه، ودي حاجه كويسه. انا بشتغل بسيستم ثابت حتى لو غيرت الافراد، لكن انا سيستمي ثابت، ده اللي احنا بننادي عليه دايما يا كابتن رمضان، ان انا ابقى سيستم ثابت، وتغيير الافراد ده مش مشكله، بس احنا عارفين احنا هنعمل ايه. برضه مروان خد الاثنين مساكين وراحوا معاه، فضى مساحات في ظهره لرمضان ولف بالناس وعمل اسيست رائع. لا انا بتكلم يا عبد الحميد في حاجه اتفضل. حاجه مهمه جدا اتفضل. انا النهارده زي ما قلت لك ان انا ابقى مدرب محظوظ ان انا جاي في فتره ووصلت التوليفه، اجاي في مباراه الزمالك افضل لعيب في ال22 لعيب، افضل لعيب في الملعب اخد بالك، ويمكن ليه دخل كبير جدا ان احنا نعمل تفوق كمان. حسين الشحات من افضل مبارياته من فتره كبيره جدا، فتره كبيره جدا حسين الشحات ابتدى يخش فورمته ويرجع لفورمته. يمكن انا بقول لك اتكلم مثلا على حسين الشحات يا عبد الحميد، حسين الشحات لعيب كبير جدا ولعيب مميز جدا، لكن الفتره اللي هي كان فيها شويه مش في مستواه، الفتره اللي هو مثلا ايه كان يبقى مثلا نازل الملعب وممكن مثلا حاطط في دماغه ان انا مثلا لو لا 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 طبعا طبعا ان هو هيرجع تاني حسين الشحات اقوى طبعا هو بدا يظهر يعني ماتش الزمالك قوي، لعيب قوي جدا 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 الزمالك كان حاجه جميله قوي طبعا طبعا. فعشان كده انا بقول لك ايه، انا النهارده اامن المباراه وخلاص المباراه، وبعدين ابتدي اعمل تغييراتي. يعني حسين اجاييه مش عارف ايه، لا لازم موجودين والمباراه خلاص امنها، وبعدين ابقى اعمل تغييرات بقى بعد اريحهم بعد كده. اقول لحضرتك على حاجه كابتن رمضان، يعني برضو بنتكلم في الكوره، ما انا عندي برضو جيراود لعيب محترف. ما يعني انا كمدير فني، طب ما انا عندي لعيب محترف ما انزله
المشكله ماشي. وانزله والمفروض يديني نفس الاداء. عندي لا. مثلا مروان من راس حربه مصر المفروض برده خلي بالك، ما الاهلي برده مشكله. ما هو ماشي يا ابو حميد ما شاء الله كابتن كلهم نجوم. ماشي انا معاك في ديت، بس انا خلاص في بدايه الموسم والبونت مهم جدا اكيد، والفوز مهم جدا اكيد. هو بالنسبه له كمان كل ما يكسب كل ما الدنيا طبعا يعني هو حتى كبيرة. بياخد ثقه كمان الراجل بالزبط. في ان هو يعمل اي حاجه بعد كده. فانا بتكلم على الحته دي، مش بقلل من حد يعني، لكن انا بقول له ان الفتره اللي هي دي احنا مش ما فيش حد مجهد ولا حاجه، فامن نتيجه المباراه وبقى ريح بقى مثلا في الدقيقه، اقول لك حاجه في الدقيقه مثلا 60 65 70 اريح جاي اريح حسين الشحات، بس يكون امنت المباراه. تمام. قبل ما نطلع فاصل واسال حضرتك بعد الفاصل على مباراه كانو سبورت، كنت متوقع شكل الاهلي ده في البدايات قبل في اول مباراه لعبها الراجل؟ يعني كنت متوقع الشكل ده حتى كمان في مباراه السوبر؟ لا 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 لا, لا ما كنتش متوقع. ليه؟ لان الفتره مش كبيره، الفتره اللي الراجل اشتغل فيها لما تتكلم في 3 اسابيع او اسبوعين وكان عنده مباراه في افريقيا اعتقد مش كبيره. لما تأدي وتعمل نتيجه ايجابيه في مباراه خارج ملعبك وخارج مصر اعتقد دي تتحسب له بشكل كبير جدا. تمام. لما ترجع بقى كمان وتاكد الكلام ده، ما تقولش مثلا لا ده كانت مثلا مباراه سهله ولا مش عارف مباراه ايه بالزبط. وتاكد الكلام ده مع تيم كبير جدا وتيم قوي جدا وتعمل عليه تفوق 65 دقيقه ما بيروحش المرمى بتاعك، لا ده حاجه انا مش متوقع، ما كنتش متوقع كده خالص. تمام. تمام. نطلع فاصل. نريح شويه ونرجع نسالك بقى عن مباراه كانو سبورت، المباراه اللي كل جماهير الاهلاويه بتستنى البطوله الافريقيه. بعد الفاصل معانا كابتن رمضان السيد نتكلم عن هذه المباراه المهمه جدا في بدايه المشوار الافريقي. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم ومنورنا ومشرفني الكابتن الكبير الكابتن رمضان السيد نجم مصر ونجم النادي الاهلي والمدير الفني الحالي لفريق نجوم المستقبل. اهلا بيك مره ثانيه يا كابتن. ربنا يخليك يا حبيبي. بنتكلم عن مباراه كانو سبورت، مباراه الجماهير الاهلاويه بتستنى البطوله الافريقيه، النادي الاهلي عامل كل الدعم، المدير الفني بيجيب يعني كل حاجه زي العادي بالظبط، بيوفر لبن عصفور لاي حد عشان يعني يمتع جماهيره ويبسط جماهيره ويحقق انجازات وبطولات اكتر للنادي الاهلي. شايف مباراه كانو سبورت ازاي بالرغم من مكسبنا 2-0 هناك؟ شايف المباراه تكون ازاي؟ دوافعنا ايه؟ هو طبعا لما بتيجي تتكلم على الهدف الحقيقه في الموسم اللي فات او الموسم اللي احنا موجودين فيه حاليا دلوقتي هو افريقيا، لان احنا بنتكلم على بطوله الدوري، احنا يعني الحمد لله يعني عدد المرات اللي احنا حصلنا فيها على بطوله الدوري يعني وصلت ل 41 مره، بطوله كاس مصر برضو نفس الحكايه، لكن احنا هي بقى كاس سوبر طبعا احنا بقى فتره بطوله افريقيا بعيده عننا، فطبعا المباراه دي بعتبرها مباراه مهمه جدا جدا لان هي اللي هتدخلك دوري المجموعات بالظبط، وبالتالي بقى المشوار يبقى خلاص بتخوضه وانت مطمئن طبعا، لكن المباراه دي فيها خروج المغلوب وحاجات كده. لكن انا برضو مهم جدا ان احنا نهتم بالمباراه، رغم مش ان احنا كسبنا هناك في ملعبهم 2 يبقى هنا يبقى في استهتار او في مثلا أكيد. لا انا لازم انزل بكل قوتي واخلص المباراه، وزي ما قلت لك بعد ما بتخلص المباراه يا عبد الحميد سهل جدا جدا ان اي حد في وانا بقول ان في اول الموسم لا يمكن هتلاقي حد مجهد، لا يمكن هتلاقي حد مجهد، فبالتالي لا احنا ننزل بكل قوتنا اللي احنا الحقيقه اشتغلنا بيها الفتره اللي فاتت، وانا في رايي ان كمان القياس كمان يبقى على مباراه السوبر، لان المباراه انت بتتكلم في فوز وبتتكلم في اداء وبتتكلم في يعني حاجه ما حصلتش، انك بتلاعب منافس قوي و65 دقيقه ما بيروحش للمرمى عندك و65 دقيقه انت مستحوذ و65 دقيقه انت بتدافع بشكل قوي جدا 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 و65 دقيقه انت ممكن الشوط الاولاني كنت تجيب 4-5 جوال على الجولين بالظبط، يعني تخيل يعني ده دي فخلاص انا كمدير فني لا هي دي التوليفه اللي انا هشتغل بيها، دي قوتي اللي انا هشتغل بيها، يبقى لغايه ما اخلص المباراه دي، لان المباراه دي زي ما قلت لك ما فيش حاجه فيها اسمها ان انا متقدم 2 في المباراه الاولانيه، لا انا عاوز اخلصها واروح بقى المشوار بيطول بقى
بعد المباراه دي المشوار بيطول في دوري المجموعات فده مهم جدا. صح. تفتكر فايلر هيلعب بنفس الاسلوب بنفس السيستم، هو هيثبت السيستم بتاعه ده، ولا ممكن تلاقي بقى رؤوس حربه راس حربه صريح، ممكن تشوف طريقه لعب مختلفه، ممكن يبقى عنده وجهه نظر ثانيه، ولا هو يحافظ على السيستم بتاعه؟ لازم يحافظ على السيستم دوت، وبقول لك انت حققت بيه نجاح كبير جدا جدا جدا، فبالتالي حافظ على التوليفه وحافظ على السيستم اللي انت اشتغلت بيه الحقيقه في الثلاث مباريات اللي انت اشتغلتهم في النواحي الدفاعيه او في النواحي الهجوميه او في الشغل اللي معمول الحقيقه في الثلث الهجومي، اللي يعني شغل معمول بشكل هايل الحقيقه، شكل فيه ربط كويس قوي وشكل فيه تفوق كمان. يعني من ضمن الحاجات المطمئنه انك انت كمان عندك تفوق بدني الحقيقه، في التفوق بدني في الالتحامات، تفوق بدني في التحامات. كويس حضرتك اتكلمت في موضوع التفوق البدني. طبعا تفوق بدني بيقول لك في الالتحامات على الارض، تفوق بدني في الالتحامات في الكرات العاليه، تفوق في الثنائيات حتى كسرعه موجوده بشكل قوي جدا، تحس لا لعيبه فايقه ولعيبه واقفه على رجليها بشكل قوي جدا جدا جدا. فبالتالي لازم تحافظ على التوليفه دي، وفي نفس الوقت انت مش يعني بالعكس انت هتزود بقى النظام بتاعك والسيستم بتاعك اللي انت بتشتغل بيه، يعني كل ما هتلعب كل ما الامور كمان هتزيد. بالظبط بالظبط. يعني كنت سمعت بعض الجماهير او شويه من الجماهير يعني بيقولوا اللياقه بتقع في الشوط الثاني، عايزين نزود اللياقه بتاعتنا في الشوط الثاني. فهو الموضوع يعني كويس ان حضرتك فكرتني، كنت عايز اتكلم في النقطه دي تحديدا. الموضوع يا جماعه ان فايلر طريقه لعبه محتاجه كميه عطاء بدني كبيره جدا جدا. الدفاع الهجومي طبعا الكابتن رمضان السيد هيتكلم اكيد في النقطه دي، الدفاع الهجومي بمجموعات ونفس المجموعات او الفريق كله والحاله الدفاعيه انت بتبتدي تاني تحت الكره بنفس المجموعات محتاجه جهد بدني عالي قوي. عشان كده انت بتشوف النادي الاهلي بتشوفه بيقع شويه الشوط الثاني، عشان كده هو دايما بيتكلم ان احنا هنزود الفتنس بتاعنا. الطريقه بتاعته مبينه ان انت شكلك البدني قليل، لكن انت في الحقيقه لا، لكن طريقته هتبين انت شكلك قليل لغايه لما انت تقف زي ما حضرتك بتتكلم عن المباريات والتدريبات البدنيه، هتبقى اللياقه بتاعتك او الفورمه بتاعتك هو اللي عايزها عشان تتعامل بيها باسلوب. بص يا ابو حميد، اصعب حاجه في البدني الضغط. بالظبط. انك تضغط منافس بتاعك الوقت اللي هو ضغط بيه ده اصعب حاجه في البدني. يعني انت بالظبط بالظبط. طبعا دي طريقه مدربين بقى. حضرتك عايز كده نضغط انت هتقعد بقى انا عايز ما انا هقول لك حاجه ما انت اصلا لو انت مش بدني عالي جدا وقوي جدا جدا لا يمكن تضغط 65 دقيقه. ده انت ممكن تضغط 10 دقائق ربع ساعه وتلاقي نفسك مش موجود. صح. او مثلا نص ساعه وتلاقي نفسك تعبت. لا ده انت لما تضغط 65 دقيقه ده في البدن دي حاجه جامده جدا. بالزبط. جدا جدا. وانا بكرر تاني يا ابو حميد، بكرر تاني ان طبعا تيم نادي الزمالك تيم كبير وتيم عندهم صفقات وعندهم جابين لعيبه كبيره وكل حاجه وبتاع، لكن انا بكرر لك تاني ان في ناس قالوا مثلا البدني وقع شويه، لا هي الحته بس اللي فرقت ان انت شلت حمدي فتحي من وسط الملعب مع عمرو السليه اللي كانوا عاملين تفوق في النواحي الدفاعيه والضغط والمجموعات الضغط اللي كانت بتتعمل، وفي نفس الوقت الحته اللي هي اللي فيها اصابه الاثنين المساكين بتوعك دي فرقت معاك شويه، لكن لو انت بالاثنين المساكين وحمدي فتحي في تمركزه في وسط الملعب جنب السليه ما اعتقدش ان كان في الخطوره دي كانت هتحصل. بالظبط. وانا اضيف لكلامك برضو ان الكره دوافع. طبعا دوافع. انا لما جبت ضربه جزاء بدات دوافع بالظبط يعني ممكن ليه لا بقى، فدوافعي بقت عاليه شويه او عليت قوي. بالظبط. في نفس الوقت اللي بيحصل عندك اصابات وبتنزل يعني الدنيا دربكت بصراحه. لكن طبعا كويس ان حضرتك كلمتني في نقطه البدني لانها كانت نقطه مهمه جدا، ولازم طبعا جماهيرنا الكبيره العظيمه هيتفهموا ان اللعب بضغط زي ما الكابتن رمضان بيقول 65 دقيقه ده انت في لياقه بدنيه عاليه قوي، خصوصا انت لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في بداياتك طبعًا. يعني طبعًا. فالموضوع حسب طريقه المدرب هو عايز ايه. ممكن المدرب يجي يقول لك لا انت زي ما احنا زي طريقتنا العاديه ومفيش ضغط، ولما تستحوذ تبدا تضغط الكلام ده طبعا هتحس ان فرقتك بتضغط طول ال 90 دقيقه او بتلعب طول ال 90 دقيقه اسف بنفس الفورمه البدنيه بتاعتها، فطريقه المدرب بتفرق كتير جدا. ان شاء الله مباراه السبت متفائل بيها ان شاء الله. لا متفائل. تشكيله ثابته، تشكيله انت عايز التشكيله اللي هي طبعا اللي بدات يعني الزمان. طبعا لازم يلعب بكل قوته باستثناء طبعا المصابين. طبعا باستثناء طبعا المصابين دي خلاص حاجه، لكن لازم يلعب بكل قوته ومطمئنين جدا جدا، لان انا زي ما قلت لك
ان انت بتتكلم في فتره 3 اسابيع ولا 4 اسابيع ان اداء فرقتك يبقى بالشكل دوت ويتحول الحقيقه من اداء في الموسمين اللي فاتوا. الحقيقه مش هقول لك الموسم اللي فات بس، الموسمين اللي فاتوا مش هو ده اداء النادي الاهلي، حتى واحنا بنكسب كمان ما كانش اداء ده النادي الاهلي. لا انت بتتكلم في الثلاث مباريات اللي اتلعبوا الحقيقه انت في نتائج ايجابيه وفي اداء وفي شكل متغير في نواحي دفاعيه، شكل متغير بشكل كبير جدا في نواحي هجوميه. كل الحاجات دي طبعا تدينا كلنا طبعا محبين للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي طمأنه كبيره جدا 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 على المستوى اللي احنا واصلين له. بالعكس بقى ده احنا كمان كل مباراه هنلعبها اعتقد المستوى أكيد هيعلى ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. كان متولي وكان ياسر، ياسر ما شاء الله كانت حاجه انت طبعا قاعد ما شاء الله ما شاء الله. طبعا. اصابتهم خساره، خساره كبيره جدا الحقيقه، ومع حتى مع رجوع رامي كمان انت هيبقى عندك ومعهم اشرف، يعني الموضوع طبعا. لا هو انا هقول لك حاجه، احنا برضو حظنا كويس ان احنا عندنا ياسر ومتولي عملوا جيم كبير جدا جدا جدا، لكن في نفس الوقت انت عندك برضك الايمن وايمن اشرف وربيع الحقيقه مش بعاد. لا حتى في مباراه الحقيقه مباراه السموحه واضح ان هم قريبين جدا وداخلين معاك. اكيد كانت تفرق، أكيد. كان يفرق معاك بشكل كبير جدا لو الاثنين دول بعاد شويه عن مستوى، لكن لا داخلين وما شاء الله طبعا، واثنين لعيبه كويسين ولاعبين مباراه السنين اللي فاتت بشكل كويس قوي. يعني ايمن اشرف بالذات طبعا يمكن بيلعب بصفه اساسيه في الفتره اللي فاتت وبيلعب في مركز المساك ده، فما عندك ما عندناش قلق يعني. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تكون البطوله الافريقيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، باللعيبه بالشغل اللي بيعمله الجهاز الفني بالشغل اللي بيتعمل عموما في النادي الاهلي، ان شاء الله تكون في النادي الاهلي هذه البطوله وهذه النسخه من البطوله الافريقيه باذن الله. تعيين مدير فني لمنتخب مصر كابتن حسام بدري كان بالنسبه لك مفاجاه ولا كنت متوقع الاسم؟ لا انا كنت متوقع، ويمكن انا كنت معاك هنا قبل كده وقلت ان في الاسماء اللي موجوده حسام ممكن يبقى موجود بشكل قوي جدا، لان عنده خبراته الحقيقه ولعب بطولات افريقيا مع النادي الاهلي وحصل على بطولات افريقيا مع النادي الاهلي، وكان الاختيار الثاني للاتحاد المصري. بالظبط يعني هم كان بالنسبه لهم كان هو الاختيار الثاني. لكن احنا لما نيجي نتكلم الحقيقه على الاربعه اللي كانوا مرشحين، الاربعه مدربين كبار ومدربين الحقيقه اثبتوا وجودهم في الكره المصريه الحقيقه في خلال المواسم اللي فاتت. اذا كان طبعا انا بعتبر زي ما بتكلم مثلا على ميسي ان انا في مكانه والباقي في مكانه ثانيه، انا بعتبر الكابتن حسن شحاته برضك في مكانه لوحده، لان كابتن حسن شحاته لما بيحقق لك 3 بطولات ورا بعض 2006 و2008 و2010 والحقيقه حتى لما رحت القارات الحقيقه لما بتكسب ايطاليا ولما بتكسب بتعمل نتيجه طبعا ولا اروع مع البرازيل بالزبط. اعتقد الكابتن حسن شحاته كان لوحده، لكن الثلاثه مدربين كبار ومدربين اثبتوا وجودهم اذا كان ايهاب جلال او حسام حسن، لكن انا بقول ان كمان حسام البدري عنده الخبرات في التعامل مع المباريات الافريقيه الكبيره. يعني الجهاز اللي مع كابتن حسام، الجهاز اللي معاه طبعا انا في رايي طبعا مش هتقدر تتكلم على سيد طبعا. لا ده ما ده سيد لا في اي وقت نتكلم عليه. لا الحقيقه يعني هي توليفه، انا هقول لك يعني احمد ايوب وسيد اشتغلوا مع حسام فترات كتيره الحقيقه، موسمين ورا بعض وعملوا شغل كويس قوي. طارق مصطفى انا بعتبره من المدربين الكويسين جدا جدا جدا، حتى ليه تجارب الحقيقه مع في المغرب وكلها كانت تجارب ناجحه وكلها كانت اشاده الحقيقه بيه في الحقيقه الفترات اللي هو اشتغل فيها في المغرب. في طبعا ايمن طاهر انا بعتبره من مدربين الحراس الكبار في مصر الحقيقه، ويمكن المركز المكان ده بالذات يعني احنا عندنا تميز فيه الحقيقه، اذا كان احمد ناجي اذا كان طارق الحقيقه اذا كان ايمن الحقيقه. لا يعني الجهاز انا بعتبر طبعا في بركات، ويمكن انا عاوز اتكلم على بركات في حاجه، في فرق يعني كبير جدا جدا يا ابو حميد في ان انا النهارده مدير الكره بتاعي او مدير المنتخب بتاعي نجم كبير ويفرض شخصيته بمنتهى السهوله على اي حد وينال احترام اللعيبه اللي موجوده كلها مهما كان حتى المحترفين ولا اي حد، لان اسم بركات كنجم كبير جدا جدا جدا
كان لعيب مثلا من افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر. تمام. فطبعا ده برضك اختيار مهم جدا جدا جدا، ويوجد لك انضباط ويوجد لك الحقيقه. يعني اللي احنا يمكن كانت في عندنا مشكله في حته الالتزام والانضباط في المعسكرين، اذا كان معسكر كاس عالم او معسكر بطوله الامم الافريقيه. تمام. تفتكر يا كابتن رمضان، هو سؤال طبعا يعني فات اوانه بس انا عايز اسمع رايك فيه، الكابتن حسام البدري كان عنده اريحيه في اختيار الجهاز الفني المعاون ولا اتفرض عليه اسماء؟ يعني بص، هو طبعا لما مسكوه الحقيقه منتخب مصر اولوه منتخب مصر، قالوا له كده، قالوا له انت يعني حسام البدري مدير فني ويختار الجهاز المعاون بتاعه. تمام. فهو طبعا يمكن مثلا بتكلم مثلا على احمد ايوب، بتكلم على سيد، طبعا يعني دول موجودين معاه. لما حد بيرشح لك مدير، المفروض لما حد بيرشح لك مثلا في الجهاز المعاون بتاعك مدرب وانت عارف ومقيمه ان هو مدرب كويس، مفيش اي مشكله خالص. خلي بالك يا عبد الحميد، ولا في مشكله خالص، وخصوصا كمان ان حسام البدري يقدر يحتوي من شخصيته، تقدر تحتوي الناس كلها. فانا في رايي ان الاختيارات الحقيقه، انا في رايي انا معاها حسام، معاه احمد ايوب. احمد ايوب. تمام. احمد ايوب وسعد معوض وطارق مصطفى وايمن طه. تمام. يعني هو كان ليه اريحيه. طبعا طبعا. طب ليه ما كانش فيه اريحيه لإيهاب جلال؟ هو لا، ما انا ما اعرفش الاختلاف اللي حصل. الاختلاف ان الكابتن جلال كان عايز ياخد مصطفى كمال وكان عايز ياخد حماد ابراهيم، وهو كانوا معترضين على الاسمين. منتهى الصراحة. بص أنا هقول لك حاجة. اتفضل. طالما أنت وثقت كاتحاد في اسم مدرب، الاتحاد المصري لكرة القدم، أو كنادي في اسم مدير فني واسم مدرب، بالظبط، يبقى أنا لازم هو اللي يبقى مسؤول عن كل حاجة. بالظبط. أنا بعمل تكوين جهاز بتاعي لأن أنا عارف أنا الجهاز دوت هيشتغل معايا إيه. تمام. والاتنين الحقيقة شغالين مع إيهاب جلال بقالهم فترة. طبعًا. بقالهم فترة طبعًا. كبيرة. أسباب نجاح. طبعًا. أسباب طبعًا. نجاح، هو شايف إن دي أسباب نجاحه. بالظبط. فهياخدها معاه في أي مكان إن شاء الله يمسك حتى منتخب العالم. لكن ده خلاص يعني، خلاص إحنا دلوقتي كلنا بنساند طبعًا حسام البدري وجهازه المعاون. لا يعني، لا أنا والله ما قصدي حاجة، أنا بس عايز أعرف يعني إيه اللي حضرتك شفته في القصة دي؟ هل كان في اختلاف بعد كده، بعد ما أعلن إيهاب جلال، هل كان في اختلاف على اسم إيهاب جلال نفسه وعشان كده كان في تلكيك مثلا؟ هو للاسف الشديد، انا هقول لك حاجه يا عبد الحميد، اتفضل. للاسف اول ما اعلن ان إيهاب مرشح بقوه، يعني للاسف في بعض ما تقابلش بمسانده قويه، وكمان مش من الجمهور حتى. وانا بقول للاسف، بكرر للاسف، ان حتى من مدربين، ومدربين ليه اسمائهم، مدربين كبار. ورغم ان انا في رايي ان إيهاب جلال مدرب اثبت وجوده، إن لما بتحصد تحصل على المركز الثاني في مسابقه دوري العام المصري مع فريق مش بالامكانيات اهلي وزمالك، ده بيعتبر انجاز. تمام. لما كل التجارب بتاعته اللي كان شغالها مع المقصه، كان شغال بشكل كويس قوي، راح انبي عمل كل حاجه بصراحة. عمل كل حاجه كويسه، بيعمل يعني، هو بيحط بصمه. طبعا. واحنا بنتكلم دلوقتي على فايرال الحقيقه يا عبد الحميد، وبنتكلم على بالزبط. النظام والسيستم اللي شغال بيه، هو عنده كده برضه. بالظبط. فلكن انا بقول لك ان الجهاز بقياده حسام البدري الحقيقه، كل الدعم كلنا كل الدعم ليه، ومن الجمهور ومن المتابعين لكره القدم في مصر وكل الناس يعني، بصرف النظر طبعا كل الدعم ليه، مع حتى لو في اي اختلافات يعني، لا طبعا كل الدعم ليه، وده واجبنا. لكن انا بتكلم في السيستم يا كابتن رمضان. احنا كاتحاد كوره يعني، محمد صلاح كان في حوار مع شبكه سي ان ان الامريكيه يوم 19، قال على رئيس اتحاد الكرة القادم أن يكون صادقا وصريحا مع نفسه وأن يبدأ خطوات الإصلاح وبطريقة مختلفة. فأنا بتكلم في السيستم. أنت حضرتك ما فيش عليك أي ضغوطات، طالما أنا قعدت فترة طويلة جدا عشان أطلع اسم المدرب، عشان ده اللي أنا كنت شاكك فيه. بس أنا حب يعني قلت ممكن برضو ما أتأكد هل هو كان فيه اختلاف على اسم إيهاب جلال بعد ما رشح، عشان كده بدأنا لا مش عايزين ده، وإحنا عارفين إن ده هو أسباب نجاحه. فهو يقول لا، فخلاص شكرا بقى يعني، الحمد لله. فليه يعني إحنا عندنا وقت طويل إن إحنا نختار مدرب، واخترنا إيهاب جلال، يبقى أنا خلاص مقتنع جدا بإيهاب جلال، مهما بقى حد يقعد بقى ياكل وداني أو يعمل أي حاجة في دماغي، أنا خلاص بقى مقرر. هو يعني برضك خلي بالك، فما تأثرش بالآراء يا كابتن رمضان. هي من ضمن الأسباب كمان، يمكن اتفضل إيهاب برضك قالها، ونادي المصري كان متمسك بإيهاب
بشكل كبير جدا جدا جدا، ويمكن كان في شرط جزائي كبير جدا جدا، اعتقد ده كمان فرق، لان نادي المصري لغايه مثلا انت بتتكلم مثلا قبليها بيومين من بدايه المسابقه، مسابقه الدوري العام، انت بتاخد منه المدير الفني بتاعه، ودي مشكله كبيره جدا. يعني اعتقد ان كان النادي المصري كان هيتعرض لكبوه كبيره جدا جدا. طب قبل ما هتجيب مدير فني، ده انت عايزك اسبوع يكون مسابقه الدوري بدات، السيستم بقى والنظام هيتغير والشغل هيتغير، فدي كمان من ضمن الاسباب، يعني مش الاسباب بس لوحدها. تفتكر بجد؟ هو اعلن كده كمان في ضمن كلامه يعني. ماشي. بس طبعا اي نادي بيرحب المدير الفني يعني بتاعه، يعني نادي يعني المقاولين. التوقيت نادي المقاولين لما كان كابتن حسن شحاته طبعا كان في عز المقاولين يعني. بس هي التوقيت، وزي ما يكون هقول لك حاجه، النادي المصري يمكن بعد حسام حسن كان اتعرض لمشاكل فنيه كبيره الحقيقه. بالزبط. يمكن وجد ضالته الحقيقه في ايهاب جلال، وانا بعتبره مدربين كويسين موجودين في الكره المصريه. يا رب يا رب ان شاء الله يكون فيه الخير لمصر والصالح العام. وايه المعوقات اللي ممكن تكون قدام الكابتن حسام بدري؟ يعني انا ما اعتقدش ان في اي معوقات في شغلك في مدير فني لمنتخب مصر. كل حاجه متوفره لك، كل حاجه متوفره لك. انت لو بتتكلم مثلا على نادي مثلا امكانيات ولا لا، ده امكانيات مصر كلها بتتوفر للمدير الفني والجهاز الفني اللي ماشي. تمام. الحقيقه يمكن احنا الحاجات دي كلها كانت موجوده مع اجيري، ولكن احنا الحقيقه الراجل يعني عمل حاجه غريبه جدا جدا جدا. وانا اعتقد انا كنت موجود برضك في قناه النادي الاهلي، وقلت ان انا كمدير فني ما احبش حد يتدخل في شغلي، ان شاء الله اكون هو مين، لكن انا بقول لاتحاد الكره ده تدخله في شغل في اختيارات اجيري الحقيقه، لان اختيارات كانت فاشله. وده اللي حصل. يعني تخيل ان انت مثلا بتلعب 3 مباريات ما عندكش دكه بره، ما كنتش بتعرف تعمل تغييره من الاختيارات السيئه اللي هم اختاروها. الله باين عليه من اوله هو هيكتب كور. مش فهو لا كلمة. الجهاز ده هو طبعا اعتقد اختياراته وكل الدعم ليه طبعا وكل الامكانيات متوفره ليه، فما اعتقدش ان هيبقى فيه اي معوق ان هم يعملوا لنا حاجه كبيره جدا، او يرجعوا لنا كمان اسم منتخب مصر اللي هو كان اسم طبعا قوي جدا في الكره الافريقيه طبعا. اكيد. استبعاده لاحمد المحمدي طبيعي ولا شايف ان كان ممكن يستنى؟ يعني بص انا هقول لك حاجه، هو احمد المحمدي يمكن الفتره اللي فاتت دي طبعا عامل تجربه احترافيه في انجلترا، طبعا لعيب مميز جدا ولعيب الحقيقه اثبت وجوده في كل الانديه اللي لعب فيها، لكن يمكن حسام عاوز يعمل تكوين برضه جديد، وفي نفس الوقت مراكز برضك هو عاوز يدعمها، وممكن تكون لفتره، ممكن مثلا تكون للفتره ديت يعني، لكن انا في رايي ان هو انا شايف ان هو عاوز يعمل تكوين جديد يعني. تمام. هو اختار محمد صلاح وتريزيجيه واحمد حسن كوكا ومحمد نني واحمد حجازي، واستبعد عمرو ورده والمحمدي وعلي غزال. يعني انا بصراحه مع الاختيار دوت. مع الاختيار يعني طبعا طبعا يعني، بس انا يمكن احمد كوكا الحقيقه انا بشوفه بره مختلف في عبد الحميد، مختلف بشكل كبير جدا جدا جدا. احنا عايزين نشوفه هنا. انا لسه انا بقول لك كده. شوف انا لسه عاوز اقول لك كده، انت لما بتيجي يا احمد هنا ايه اللي بيحصل يا ابني؟ خلي عندك ثقه في نفسك وثقه في امكانياتك، وما تحطش اي كلام، لا اشتغل. لان ده لسه عمر البنوب بيقول لي المدرب استبعده المباراه اللي جايه. يا عمر ولا اللي فاتت استبعده المباراه اللي فاتت لسوء مستواه؟ انا بقول لك انا بقول لا، انا مش بس بتكلم على الفتره يعني دي، يعني مره فوق فترات مرة. يعني هو فترات شغال بره، محير يعني بيجي للاسف شديد منتخب مصر. لا مش هو ده خالص. صح. لكن التخطيطات الباقيه كلها. صح. طبعا يعني. صح. في محلها كان من هدافين دوري الناني 15 جول السنه اللي فاتت طبعا، وبيجي هنا مش بنشوفه. لا مع ان المفروض ان انت جاي يعني، ده انت بالعكس جاي في ثقه عندك وانت لعيب محترف وواخد مباريات اقوى، فهو لازم لما يجي لازم فعلا حد يكلمه يقول له كده، يقول له يا ابني انت لعيب كويس وبتأدي بشكل كويس. محمد النني يا كابتن، محمد النني عنده مشكله ان هو بقاله داخل في 3 مواسم ما بيشاركش في مباريات، ودي مشكله كبيره جدا طبعا. يعني دي طبعًا تنزل مستوى اي حد، مهما هتقول لي بقى. انت حضرتك بتختار بقى اللعيب اللي هو جاهز ولا بتختار الاسم الاحترافي؟ لا انا المفروض ان انا بختار اللعيب الجاهز. تمام. لان انا مثلا ايه، مش نادي،
انا النادي بالزبط. ببقى مرتبط مثلا ب 25 اسم او مرتبط ب 30 اسم تمام. لكن الحقيقه المساحه بتاعه اختيارك لمنتخب مصر مساحه كبيره جدا جدا جدا. فانا في توقيت مثلا في مباراه او اي حاجه انا بجيب اجهز ناس هدخلهم جوه ال 11 او اجهز ناس انا مثلا هدخلهم مثلا في القايمه بتاعتي اللي انا هستفيد بيهم، فده مهم كمان جدا. شايف ان احنا عندنا هيكل منتخب مصر قوي يا كابتن رمضان؟ والله احنا يعني المفروض يبقى عندنا هيكل قوي وعندنا لعيبه كويسه، يعني عندنا لعيبه كويسه، بس انا بقول لك ان الفتره اللي فاتت كان الناس قافلين على لعيبه يعني غريبه بصراحه، يعني صعب جدا جدا جدا. لكن انت لا عندك تعمل منتخب مصر ويبقى كمان شكل ونتائج وكل حاجه بشكل كويس قوي يعني. اعتقد ان اعتقد ان يعني الجهاز ملم بكل حاجه، ملم بامكانيات اللعيبه المحترفه، ملم بامكانيات اللعيبه المحليه اللي موجودين، فاعتقد ان هم قادرين ان هم يعملوا منتخب قوي. يعني كنت مؤيد ان محمد نني يروح لتركيا؟ طبعا طبعا، ده انا بتكلم كده من عنه طرد من الموسم اللي فات. ايه اللي حصل بعد كده يعني؟ لا انا طرد ايه اللي حصل؟ طبعا يعني انا بتكلم من الموسم اللي فات ان انت يعني انا مش فرحتي يا فرحتي ان انا بلعب في ارسنال او مقيد في ارسنال لكن ما بلعبش، فبالتالي المستوى هينزل، انا اروح العب بقى في اي حته مستواي هيعلى. محمد صلاح شايفه ازاي كابتن رمضان وساديو ماني ومحمد صلاح؟ تحس ان هما ناير ونقير السنه دي، مفيش تعاون والكلام ده برضو بيرجع لمصلحه الفريق تاني. شايف الدنيا ازاي؟ شايف محمد صلاح هل هو اسلوبه اتغير، تفكيره اتغير، بقى عايز يجيب جوال اكتر من هو يلعب مع الفريق؟ شايف الدنيا ازاي؟ بص هقول لك حاجه يا حبيبي، يعني هي دي الوحيد اللي يقدر يحتوي المشكله الكبيره كلوب. المشكله الكبيره جدا جدا، ده مشكله مش سهله. كلوب يعني انا لازم يبقى ليا دور في اوضه الملابس، يعني دور قوي جدا جدا وممكن يوصل للعنف كمان. النهارده انت لما بتيجي في مباراه مثلا صلاح يحطها لماني مثلا يجيبها جول والتمريره واضحه ويعني لكل الناس وما تتلعبش، مشكله. لما تيجي في مباراه نابولي في دوري الابطال وماني عنده يعني مساحه ان يحطها لصلاح في المساحه من بدري قبل ما تتقفل، وبعدين لما يجي حتى يحط لك التمريره يحط لك طويله بالظبط، لا ده ما ده ضرر للفريق الحقيقه بالزبط. فالوحيد اللي يقدر يحل المشكله دي بس لازم يكون فيها قوه وفيها تهديد وفيها عنف حتى مع اللعيبه بتاعتي دي. لا طبعا عشان يرجعوا تاني وعشان يفوقوا طبعا تاني. يرجعوا تاني يتعاونوا مع بعض لان ده في مصلحه الفرقه وفي مصلحتهم هم. طبعا مصلحتهم هم، لان هم حتى الاثنين في اوقات بيبقى شكلهم وحش. بالظبط بالظبط. انا بشكرك شكرا جزيلا، ربنا يخليك يا حميد، ودايما بستمتع بيك وبستمتع بارائك وتحليلاتك الفنيه. شكرا وكل التوفيق ليك ان شاء الله ترجعوا الدوري الممتاز باذن الله السنه دي ان شاء الله باذن الله. نورت وشرفت. شكرا حميد، شكرا حبيبي. دي كانت فقرتنا مع النجم الكبير الكابتن رمضان السيد، نجم مصر ونجم النادي الاهلي والمدير الفني الحالي لفريق النجوم. كل التوفيق ليهم ان شاء الله يطلعوا دوري ممتاز مره ثانيه. فريق النجوم عنده امكانيات كبيره جدا كلاعيبه، ان شاء الله نشوفهم في الدوري الممتاز العام المقبل باذن الله. كل التوفيق ليكم وان شاء الله مباراه ممتعه للنادي الاهلي، وان شاء الله يقنعنا اكتر واكتر فايرال بفنيات، وان شاء الله انا براهنكم ان احنا نشوف شكل ثاني للنادي الاهلي في المباريات المقبله. نشوفكم بكره على الف خير، ودايما بتشرف بيكم. وبعد الفاصل هيكون معاكم النجم اسلام الشاطر. شكرا جدا لحضراتكم.